بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى مع فيديو جديد اللي غنحاول فيه إن شاء الله نعمله شرح لدرس الإحصاء. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الشرح، أول حاجة كنطلب منكم إذا كان أول مرة كتشاهد القناة ما تبخلش علينا بالاشتراك ديالك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. إذا هنا كما كتعرفوا درس الإحصاء كيتعتبر من بين أسهل الدروس ديال الإعدادي في مادة الرياضيات، وهنا راكم عملتوه في السنوات السابقة، يعني في السنة الأولى إعدادي والسنة الثانية إعدادي. اذا هنايا اول حاجه غناخذ واحد الكشف اللي عندي هنايا. قام استاذ بتصحيح فرض المراقبه المستمره لقسم يتكون من 30 تلميذ وسجل النتائج التاليه. اذا كما كتلاحظوا عندي هنايا بعض النقاط اللي حصل عليها. ثم هنايا غنحاول نذكر بعض المصطلحات والمفردات اللي عملته في السنوات السابقه. اول حاجه عملت الساكنه الاحصائيه. اذا شنو هي الساكنه الاحصائيه؟ هي واحد المجموعه اللي كتخضع العمليه ديال الاحصاء. اذا هنايا عندي 30 تلميذ، النقاط ديالهم على الشكل التالي. إذا هنا الساكنة الإحصائية هي المجموعة، التي تخضع لعملية الإحصاء، وكل عنصر فيها قلنا كل عنصر منها يسمى وحدة إحصائية. مزيان. إذا هادو مصطلحات مفردات لكم عملتهم في السنوات الماضية. ثم عملت الميزة بحال هنايا، عندي هنايا عدد النقاط. إذا هنايا النقاط راه هي الميزة. إذا هنايا الميزة هي ماذا؟ هي الظاهرة التي تتم دراستها. من طبيعة الحال وهي مجموعة بحال هنا، مجموعة من القيم، مجموعة من القيم. وفي بعض الأحيان راه كتكون عندنا عبارة عن أصناف أو الأصناف. من طبيعة الحال غادي نحاول نعطيكم أمثلة على هذا الشيء كامل. من طبيعة الحال كتنقسم إلى قسمين. عندي كمية وعندي من طبيعة الحال بحال هنايا النقاط راه عبارة عن ميزة اللي هي عبارة عن كمية، وعندنا كيفية. مثلا ملي كنتكلم على الفاصلة ولا على اللون ولا على الجنس إلى آخره. صحيح؟ نعم. ثم عندي هنا واحد المصطلح الاخر اللي هو عملته اللي هو الحصيص. هنايا ما هو الحصيص في هذا المثال اللي عندي هنايا؟ راه هو عدد التلاميذ. مزيان. اذا شنو هو الحصيص؟ هو عدد الوحدات، مثلا هنا عدد التلاميذ هو عدد الوحدات التي تاخذ نفس القيم، نفس القيم. مثلا هنايا مثلا بحال النقطة 10، شحال من تلميذ جاب 10؟ إذا هنا هذا كيتسمى الحصيص، هو عدد الوحدات التي تأخذ نفس القيم. شحال من تلميذ جاب النقطة 10؟ مثلا شحال من تلميذ جاب 14؟ مثلا لقيت 4 ديال التلاميذ جايبين 14، راه هذا هو الحصيص ديال النقطة 14، يعني ديال الميزة 14. مزيان. ثم عندي الحصيص المتراكم. صافي. اذا هنايا عدد الوحدات التي تاخذ كل قيمه من قيم الميزه. بطبيعه الحال من قيم الميزه. ثم عندي الحصيص المتراكم، هو مجموع هادشي كله غادي نشرحه. هو مجموع حصيصات ماذا؟ التي تصغر أو تساوي هذه القيمة. ثم في ثم من بعد عملت التردد. شنو هو التردد؟ هو خارج، أي ميزة راه عندها التردد ديالها. إذا ما هو التردد؟ هو خارج ماذا؟ الحصيص على الحصيص الإجمالي.
ثم النسبه. وهنا اذا انا عندي التردد المتراكم والطريقه باش كنحدد الحاجز المتراكم والطريقه باش كنحدد التردد المتراكم، ثم عندي النسبه المئويه اللي هي جداء التردد في 100. يعني كناخد النسبه المئويه ديال واحد القيمه، كناخد التردد ديالها وكنضربها في 100. ثم من بعد عندي المعدل الحسابي اللي هو ايضا كيتسمى القيمه المتوسطه. اذا هو ماذا؟ هو خارج مجموع جداءات قيم الميزة والحاصصات الموافقة لها على الحاصص الإجمالي. نعم، إذا هادشي هادو هما المصطلحات اللي عملتو في السنوات السابقة. ثم غناخد هاد المثال هذا وغنحاول ندير فيه كاع المصطلحات اللي عندي هنايا، اللي هي غنحاول نحدد شناهي الميزة، ثم نحدد الحاصص والحاصص المتراكم، ثم التردد والتردد المتراكم، ثم النسبة المئوية، ثم المعدل الحسابي. ولا فهمتوا هاد المثال هذا من طبيعة الحال ما غاديش تلقاو مشاكل في هاد الأسئلة هذه ديال كيفية تحديد الحاصص والحاصص المتراكم، ثم التردد والتردد المتراكم، والنسبة المئوية، ثم المعدل الحسابي. اذا هنا كما كتلاحظوا كناخذ واحد الجول هنايا كنعمل فيه ماذا؟ كنعمل فيه الميزه، ثم الحاصص اللي هو عدد التلاميذ، ثم الحاصص المتراكم، ثم التردد، ثم التردد المتراكم، ثم النسبه المئويه. اذا انطلاقا من هذه المعطيات اللي عندي هنايا غنحاول نستخرج كاع هذه المصطلحات هذو اللي هما عملتهم في السابق التعريف ديالهم. مزيان، اذا هنا ما عليا الا الميزه اللي هي النقاط. اذا هنايا غنحاول نرتب هذه النقاط ترتيب تزايدي. أصغر نقطة عندي هنا راهي 6، إذا غنعمل هنايا 6، ثم تبعها 7، هاهي 7، ثم عندي 8، ثم عندي 9، هاهي كاينة، ثم عندي 10، من طبيعة الحال غنحاول نقلب واش عندي 11 هنا، إذا هنا ما عنديش 11، ثم عندي 12 كاينة، ثم 13 هاهي عندي، ثم عندي 14 هاهي، ثم عندي 15 من طبيعة الحال. غنشوف واش عندي 15، نعم عندي 15 هي، ثم عندي 16 واش عندي ولا لا، نعم هي عندي 16، ثم غنشوف واش عندي 17 بطبيعة الحال هي عندي هنا، ثم عندي 18 هي، ثم هنا عندنا 19 اللي هي هادي، صافي. ثم الحاصص، أشنو قلنا في التعريف ديال الحاصص؟ قلنا الحاصص هو عدد الوحدات التي تأخذ نفس القيم من قيم الميزة. يعني غنشوف هنايا شحال من تلميذ جاب النقطة 6، يعني ما هو عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 6. إذا هنا غنشوف شحال من 6 عندي هنا، إذا هنا كنلاحظ إذا عندي 6 وحدة، إذا ما عليا إلا نعمل رقم 1، إذا هنا 1، مزيان نديرو شي لون مغاير، إذا هنا عندي 1، مزيان. ثم 7، غنقلب شحال من 7 عندي، إذا عندي 1، ثم 2، نعم، ثم إذا عندي جوج، صافي، إذا عندي وحدة، ثم جوج، ثم ثلاثة، إذا هنا عندي ثلاثة، مزيان، ثم ثمانية، غنحسب شحال من عندي من ثمانية، عندي وحدة، جوج، إذا عندي هنا جوج، ثم تسعة، عندي فقط وحدة، نعم، هاهي، ثم عشرة، عندي هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، أربعة. إذا عندي 4 ديال العشراوات، هنا عندي 10 وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، إذا هنا عندي 5، ثم 12، غنشوف شحال من 12 عندي هنا، وحدة، ثم جوج، إذا هنا جوج، 13، 13 عندي هنا 13 وحدة، جوج، ثلاثة، إذا عندي هنا ثلاثة، 14، 14 عندي واحد، جوج، إذا عندي هنا جوج، 15 عندي وحدة، ثم 16. عندي 16، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، إذا عندي ثلاثة، 17 عندي هنا، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، إذا عندي أربعة، ثم 18 عندي منها واحد، اثنان، ثم 19 عندي 19 وحدة، هاي، صافي. إذن هنا
حصلنا على الحصيص. إذن هنا كما قلنا في التعريف راه هو ماذا؟ هو عدد الوحدات التي تأخذ نفس القيم من قيم الميزة. اش بقى ليا؟ بقى ليا نحدد الحصيص المتراكم. شنو هو التعريف ديال الحصيص المتراكم؟ هو مجموع حصيصات التي تصغر او تساوي هذه القيمة. صافي، مثلا بغينا نحددوا الحصيص المتراكم من 6، شنو هي القيم؟ شنو هو مجموع حصيصات اللي كتصغر او تساوي هذه القيمة؟ من طبيعة الحال هي 1، لان هنا عندي فقط القيم اللي كتصغر او تساوي الحصيصات ديال 6 راه هي 1، اذا انا غنعمل فقط 1. اذا شنو غندير هنا؟ ما عليا الا نزل هاد 1 هنا. صافي، ثم باش نعمر هاد الخانات هادو شوف شنو كندير. غنجمع هاد 3 معها 1، 3 لو جمعناها مع 1 غتعطينا 4. ثم هنا باش نعمر هاد الخانة هادي غنجمع هاد 2 مع 4، و 2 زائد 4 غتعطينا 6. ثم غنجمع 1 مع 6 راه هي 7. ثم غنجمع 5 مع 7 راه هي 12. ثم غنجمع 2 مع 12 هي 14. ثم غنجمع 3 مع 14 غتعطينا 17. مزيان، ثم 2 مع 17 راه هي 19. 1 مع 19 20. 3 مع 20 راه هي 23. 4 مع 23 راه هي 27. و 2 مع 27 راه هي 29. ومن طبيعة الحال 1 مع 27 راه هي 30. هذا العدد اللي حصلت لنا راه هو عدد التلاميذ. وشنو هو عدد التلاميذ؟ يتكون القسم من 30 تلميذا، اللي هو كيتسمى الحصيص الإجمالي. إذا هاد 30 راه هي الحصيص الإجمالي. صافي، اللي هو عدد التلاميذ اللي تعطى ليا في المعطيات اللي هو 30 تلميذا. مزيان، اش بقى ليا؟ بقى ليا نحدد التردد. اشنا هو التردد؟ هو خارج الحصيص على الحصيص الإجمالي. مثلا بغيت التردد ديال النقطة 6، يعني اشنا هو التردد ديال النقطة 6؟ هو الحصيص ديالها على الحصيص الإجمالي. ما معنى الحصيص على الحصيص الإجمالي؟ ما هو الحصيص الموافق للنقطة 6؟ هو 1. إذا 1 مقسومة على 30. إذا شنو غندير هنا؟ 1 مقسومة على 30. مزيان، هنا من طبيعة الحال نتوما كتستعملوا الكالكيلاتريس وكتلقى القيمة تقريبا كتعطيك 0.33 إلى آخره، أو 0.03. مزيان، ثم غنحاول نعمر هاد الخانات هادو باستعمال الطريقة هادي. إذا الحاصص على الحاصل الإجمالي، الحاصص ديال 7 راه هو 3، إذا 3 على 30، 3 على 30. ومن طبيعة الحال نتوما كتحولوا إلى عدد 20، يعني كتستعملوا الكالكيلاتريس. ثم هنايا من بعد 2 على 30، ثم من بعد 1 على 30، ثم 5 على 30، ثم 2 على 30. كنظن أن الفكرة بسيطة. ثم 3 على 30، الحاصل دائما 2 على الحاصل الإجمالي اللي هو 30. ثم هنا 1 على 30، ثم هنا 3 على 30، ثم هنا 4 على 30، ثم 2 على 30، ثم 1 على 30. صافي، ثم بقى لي التردد المتراكم. التردد المتراكم، اذا هنا غناخذ هاد 1 على 30 غنحطها هنا. اذا كما عملنا في الحصيص المتراكم، الخانه الاولى دائما كنحتفظ بها. اذا 1 على 30، ثم هنا غنجمع 3 على 30 زائد 1 على 30 راه هي 3 على او 4 على 30. ثم هنا 2 زائد 4 6، اذا 6 على 30. ثم 1 زائد 6 لان عندهم نفس المقام، كنحتفظ بالمقام اللي هو 30. ثم كما قلنا راه كتحولوا العدد عشري باستعمال الاله الحاسبه، راه كتلقى 0 فاصله ولا الى اخره. اذا هنايا دائما اصغر من وحده. ثم هنا غنجمع 1 مع 6 7، ثم غنجمع هنايا اذا هنا على 30، ثم هنا 5 مع اذا هنا 12، ثم هنا 30، وهنا بطبيعة الحال 14، ثم هنا 30، وهنا بطبيعة الحال 17، يعني الحاصص المتراكم على الحاصص الإجمالي. ثم هنا 19 على 30، وهنا بطبيعة الحال 20 على 30، وهنا بطبيعة الحال 23 على 30. يعني كنجمع هاد القيمة مع هاد القيمة، هادي مع هادي غتعطيك 27 على 30، وهنا بطبيعة الحال 29 على 30، وهنا بطبيعة الحال 30 على 30، و 30 على 30 كتعطينا 1. إذا هنا دائما كتلقاو 1. مزيان، الخانة الأخيرة ديال التردد المتراكم كتلقاو 1 أو لا تقريبا 0.99. مزيان،
اذا هنا يبقى لنا نعمروا الخانه ديال النسبه المئويه. اذا هنا شنو هي النسبه المئويه؟ كما قلنا هنايا في التعريف راه هي ماذا؟ راه هي جداء التردد في 100. يعني غناخذ هذا التردد اللي عندي هنا غنضربه في 100، هاد واحد مقسوم على 30 باستعمال الكالكولاتريس بطبيعه الحال، راه تلقاها هي اذا هنا باستعمال الكالكولاتريس واحد مقسوم على 100 راه كتلقى 0.033. هاد 0.033 غتضربها في 100 راه كتعطيك تقريبا 3.3. مزيان. ثم هنايا 3 مقسومة على 30 و 3 مقسومة على 30 راه باينة، راه كتعطينا 0.1. 3 مقسومة على 30 كتعطينا 0.1، إذا هاد 0.1 غنضربها في 100 تعطينا 10، إذا 10%. ثم هنايا التردد أو النسبة المئوية ديال الميزة اللي هي كام؟ موافقة للميزة 8. إذا هنا غناخد التردد الموافق ل 8 راه هي 2 على 30، و 2 على 30 راه هي 0.066. غنضربها في 100 تعطينا 6.6. ثم هنايا واحد مقسومة على 30 وواحد مقسومة على 30 راه حسبناها هنا هي 3.3. ثم هنايا 5 مقسومة على 30، دائما التردد 5 مقسومة على 30، 5 مقسومة على 30 كتعطينا 0.16، هاد 0.16 غنضربها في 100 تعطينا تقريبا 16.6. مزيان. ثم هنايا 2، إذا 2 على 30، 2 على 30 راه هي 6.6. ثم هنايا ديال الميزه 13، 3 مقسومه على 30، يعني 3 مقسومه على 30 راه حسبناها، 3 مقسومه على 30 راه هي 0.1، اذا 0.1 مضروبه في 100، اذا هنا راه هي 10، هي راه حسبناها هنا. مزيان. ثم هنايا 2 مقسومه على 30، التردد دائما التردد اللي هو 2 على 30، و 2 على 30 راه هو 0.06 مضروبه في 100 راه هي 6.6. مزيان. ثم هنايا 1 مقسومه على 30 اللي هي 0.033 مضروبه في 100، اذا غتعطينا 3.3. ثم هنايا 3 على 30 مضروبه في 100، 3 على 30 مضروبه في 100 راه هي ماذا؟ 10. ثم هنايا 4 مقسومه على 30، 4 مقسومه على 30 كتعطينا 0.13، غنضربها في 100 غتعطينا 13. مزيان. ثم هنايا 2 مقسومه على 30 اللي هو التردد، 2 مقسومه على 30 هي 2 مقسومة على 30، 0.066 مضروبة في 100، إذا 6.6. وفي الأخير 1 مقسومة على 30 في 100 اللي هي 3.3. إذا هذا هو الجدول ديالنا، كنتمنى أن الجدول يكون واضح، وغنمروا بقى لنا الحساب أو المعدل الحسابي. إذا بقى لي السؤال ديال المعدل الحسابي، إذا شنو هو المعدل الحسابي هنايا؟ قلنا المعدل الحسابي اللي غنسميه M هو واحد الخارج، إذا الخارج ديال مجموع جداءات، هو عندي هنا في التعريف هو خارج مجموع جداءات قيم الميزة والحاصص الموافقة لها على الحاصص الإجمالي. إذا أول حاجة غنحطها هي الحاصص الإجمالي اللي هي 30، ماذا؟ مجموع جداءات قيم الميزة والموافق لها، مثلا 6 في 1، إذا هنا غنضرب 6 في 1، 6 في 1، إذا غنكتب هنا 6 في 1 زائد ماذا؟ 12%، ثم 7 في 3، إذا 7 في 3 زائد 8 جوج زائد 9 في 1، هادشي راه سهل. ثم 10 في 5 زائد 12 في 2 زائد 13 في 3 زائد 14 في 2 زائد 15 في 1 زائد 16 في 3 زائد 17 في 4 زائد 18 في 2 زائد 19 في 1 من طبيعة الحال اللي هي 19 مقسومة على الحاصل الإجمالي اللي هو 30. إذا ما عليا إلا نحسب هادشي اللي عندي هنا. إذا أنا دائما كيكون عندي الخارج، إذا هنا على 30، 6 في 1 راه هي 6، زائد 7 في 3 راه هي 21، زائد 8 في 2 راه هي 16، زائد من طبيعة الحال 9 في 1 هي 9، زائد 10 في 5 اللي هي 50، زائد هنايا 12 في 2 اللي هي 24، زائد من طبيعة الحال 13 في 3 اللي هي 39، زائد من طبيعة الحال 14 في 2 اللي هي 28، زائد
15 في 1 اللي هي 15، زائد 16 في 3 اللي هي 48، زائد 17 في 4 اللي هي 68، زائد 18 في 2 اللي هي 36، زائد 19. اذا هنا مقسوم على 30. اذا هنا باش تلقى ام، ما عليك الا تاخذ الكالكولاتريس وتحسب هذه المجموعه. هذا كتلقى مثلا يساوي واحد العدد ا على 30. اذا هنا كتحسب ا مقسوم على 30، راه كتعطيك ام تساوي اكس. هذه اكس هذه راه هي المعدل الحسابي واللي هي القيمه المتوسطه. اذا وصلنا الى النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى انكم تشتركوا بالقناه وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم، ولا عندكم اي تساؤلات وضعوها في التعليقات. وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.